البرنامج يتطرق للسياسة العامة، وباش نفتح قوسين البرنامج تاعي تماشى مع الشيء اللي كان مطلوب في الأسابيع الأولى من الحراك، تغيير، ونشرح كيفاش يكون التغيير، تغيير على مستوى الدستور، تغيير على مستوى قانون الانتخابات، تغيير على كيفية الوصول إلى مؤسسة من المؤسسات تاع الدولة إلى آخره. من الناحية الاقتصادية الخلل واضح، إمكانيات هائلة تاع البلاد، وإحنا في وضع اقتصادي ما نقولش مزري ولكن يكاد أن يكون مزري، والإمكانيات موجودة. أنا سبق لي قلت الدراهم موجودين وناخذهم وين ما راهم ناخذهم، عارف أنا وين ناخذهم. أنا التزمت في البرنامج بلي نرفع القدرة الشرائية نتاع الطبقة الشغيلة ونتاع الطبقة الوسطى. أنا ملتزم باش نقص ولا نحي نهائيا ضرائب على 30,000 دينار ولتحت. أنا عندي فكرة كيف نجيب الفلوس ويجوا إن شاء الله. لو كان واحد فيهم يرجع، أي واحد يرجع شيء لأني ظن باللي لازم يرجعوه ونجيبوه، أنا نوعدك باللي نحل نهائيا هذا المشكل اللي كان مطروح ويخوفوا به الموظفين البسطاء منهم أخص نتاع التقاعد، ما يزيدش تطرح مشكل صندوق التقاعد.